طيبين، رايحين بقى نصلي العيد في الرباط. يلا إحدى مساجد حي الرياض قدام مرجان. دي أول جلابة اشتريها من 10 سنين، قلت أجيبها بقى خياطة يدوي المرة دي. وانا بسأل المسجد فاضل ايه والناس بتطلع، الساعة دلوقتي 7 إلا 10 وهيصلوا 8:30، انا فاضل ساعة ونص على الصلاة. مش مشكلة، خش نقعد نستنى. نشهد أنه الله لا إله إلا هو
لا شريك له، نحمده ونشكره على فضله وعطائه وعلى رحمته ونعمائه، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله جعله الله رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين. خلصنا صلاة العيد والخطبة، جميل جدًا المسجد ده، هادي وحلو، وهنا مختلف الجنسيات. يلا كل سنة طيبين، الأجواء هادية هنا في حي الرياض، ورمضان اللي عدى على الواحد ده كأنه يومين، يعني أسرع شهر رمضان عدى على الواحد. جديدة جايين بقى بنلف زيارات عائلية وكده، طبعا من السنة مستحب في العيد. بدأنا بعد سطر العيد روحنا المقابر، قلنا الفتحة ودعينا بقى للمتوفيين، هنشوف هنعمل ايه. بفكر اسافر، راح يطلع طلعة كده في الشمال ولا حاجة، لان كنت عايز اروح مراكش. مراكش لقيتها حر جدا الاسبوع اللي جاي، درجة حرارة تبقى 40، فصعب مراكش. لسه هنشوف هنعمل ايه. يلا بينا على مكناس. Thank you.
وصلنا مكناس. تاني يوم العيد، جو الصبح كان حر دلوقتي برد، بس عامل حسابي يعني في صيف وشتاء الاثنين. جايين بقى كده عند العائلة نقضي الأجازة في مكناس، ممكن فاس نشوف هنعمل ايه. مكناس في تاني أيام العيد، في ريح بتيجي كده، رياح قوية من فترة للتانية، عشان كده طلعت بس الجاكيت. احنا مستنيين بقى قريبنا يجي لنا. وصلنا دور العائلة. اتكلموا انتوا قاعدة مالكمش دعوة بإيه. والمشكلة دلوقتي إن البيوت جنب بعض، والبيت ده والبيت اللي جنبه ده عامل العشاء وده عامل العشاء، مش عارفين بقى نعمل الحل إيه. المهم نتعشى ونكمل بقى يومنا إن شاء الله. نصور بقى مكناس، هنصورها بطريقة تانية بقى مع أهل البلد. أنا كنت صورتها من سنتين بس كنت لوحدي، دلوقتي ممكن نكتشف حاجة جديدة إن شاء الله. احنا هنا في مكناس بقى، في البيت التاني. خلاص جينا قعدنا استقرار في البيت التاني، يعني البيتين جنب بعض عند نسايبنا عيلة المدام. ان شاء الله بكرة بقى نحاول نشوف هنعمل ايه، في نقضي اجواء العيد بكرة تالت يوم العيد في مكناس. كنت قلت لكم هروح مراكش، او ممكن اروح شفشاون، او ممكن، بس مراكش لقيتها حر جدا. شفشاون تعرفين مدينة صغيرة، يعني رحتها كتير. قلنا نغير بقى المرة دي منها زيارة عائلية بقى العيد وكده. أشوفكم بكرة إن شاء الله على خير.